فإذا حضرتك مسألة وجود الاستراتيجية هذه دفعه للأمام في مجال في ملف حقوق الإنسان في مصر. طيب ازاي بقى نستفيد في نبذ خطاب الكراهية؟ احنا في الهيئة زي ما قلت لحضرتك بدينا نشتغل، اشتغلنا على قضايا الوعي خلال الثلاث سنين اللي فاتت، اشتغلنا في محافظات كتيرة في الصعيد والناس كلها، وكل احنا بنشتغل بالتعاون مع وزارة الأوقاف والأزهر والكنائس المصرية ومؤسسات المجتمع ودار الإفتاء طبعا شريك أساسي طبعا، وحضرتك معانا من أول اللقاءات، وكمان المرصد اللي موجود في دار الإفتاء قد إيه بيفيدنا وقد إيه بنستفاد بالدور اللي بيلعبه في الاتجاه ده، لأنه برضه مرصد لرصد كافة خطابات الكراهية. ما هو برضو لازم يبقى في حد بيرصد أشكالها إيه عشان نقدر نتعامل معيها. فزي ما قلت لمواجهتها أنا ببتدي بالأسرة والمؤسسات التعليمية والمؤسسات الدينية جدا. لكن ده ما يكفيش لوحده، ده مهم، مهم قوي، واللي بنشتغل عليه الوقت اللي جاي فكرة تجريم خطاب الكراهية. أيوة إحنا دولة قانون، هل من الممكن إحنا نتساءل إيه اللي بيخلي خطابات الكراهية لسه لغاية دلوقتي عايشة في وسطنا؟ يعني أنا مثلاً أنا رصدت شوية حاجات بتساعد خطاب الكراهية كحياة معاصرة. الإنسان المعاصر زاد فيه سبع سمات، زادت فيه سمة اسمها سمة الفردانية، وده يزود في الكراهية. الإنسان لما يبقى فيه فردانية بنفسه. يبقى حاسس بنفسه، حاسس بالإيجو، يزيد في الكراهية. وزادت كمان المزاجية، المزاجية بتزود خطاب الكراهية، الحاجة اللي قبلها دلوقتي أرفضها بعد كده فخطابات الكراهية تحصل فيها. زاد التشكك الناس، أنا كنت متصور لما المعلومات كترت ولما المعرفة زادت أن الناس يقل عندها التشكك، لا ده زاد التشكك عند كثير من الناس. زاد عند كثير من الناس الشعور بالمظلومية، ودي حاجة غريبة قوي. الناس بسبب الخلل في فهم الحقوق والواجبات زاد عندهم الإحساس بالمظلومية، أنه هو دايما شايف أنه هو ليه حقوق وما حصلش عليها من غير ما يتكلم عن واجباته. كمان زاد عند الناس كتير الإحباط. الإحباط إن الناس كان زمان عندهم، إحنا كنا زمان بعد ما بنفشل المرة العشرين هو إحنا من حقنا نحبط ولا لا، دلوقتي هو في نص التجربة الأولى بيحبط. الناس زادت عندهم الحساسية، أي كلمة أي تصرف زادت عندهم الحساسية، وزاد كمان عندنا العشوائية. السبع سمات دولة زودوا احتمالية وزودوا تحديات إن ينتشر خطاب الكراهية وسط الناس. هل حضرتك شايفة إن في أسباب أخرى ممكن تكون ساعدت على بقاء خطاب الكراهية حتى الآن؟ اللي حضرتك قلتهم عوامل مهمة جدا، لكن لو تسمح لي أقول إن في جزء كبير جدا في الموضوع ده هو فكرة عدم الوعي. طبعا خطاب الكراهية مبني على إني أنا أجهل شيء، وبالتالي جهلي لهذا الشيء خلاني خايف منه، وعبر عن خوفي منه من الآخر ده أو الشيء ده بنوع من الرفض والكراهية. صح. والكراهية بتبدأ شعور وبعد كده بتتحول إلى فعل. طبعا. وبالتالي مش عايزين نستنى لما يتحول إلى فعل، وقبلهم فكرة، يعني قبلهم تجي فكرة فكرة وبعدين بالزبط. يبقى شعور وبعدين يتحول إلى سلوك. وبالتالي لازم نبتدي من بدري، عشان كده بقول مؤسسات التنشئة. لازم أبتدي من بدري لو أنا عايزة أقفل حنفية الكراهية وأواجه خطاب الكراهية، أنا لازم أبتدي من بدري. أنا عندي، خلينا نقول إن في حاجتين عايزين نعملهم، عايزين نعمل جانب وقائي وعايزين نعمل جانب علاجي. الجانب الوقائي إني أنا زي ما بقول أشتغل مع، ونعمل جانب ثالث. إيه رأي حضرتك إن إحنا كمان نزيل أثار خطاب الكراهية؟ يعني يبقى عندنا جانب وقائي هيزال لوحده لما تبني وعي قوي، وبالتالي مش هيبقى موجود. وانا في النهايه ما انا هزيله، وبعدين هتزيله برضو لما تعمل له قوانين وتفعل قوانين موجوده، وبالتالي هتواجه بيها اي خطابات واي فعل. ما هو القانون هيواجه الفعل، لكن الوعي هيواجه الشعور بالكراهيه بالظبط. عشان كده وجهه نظري ان في جانب وقائي وفي جانب علاجي. الجانب العلاجي ان انا لازم ابقى عندي قوانين رادعه وتتفعل وفي وقتها وسريعه لكل من يحض على الكراهيه.